رمضان من الستينات والحد أواخر التسعينات ارتبط بالفوازير قد ما ارتبط بالفانوس والكنافة والقطايف. كل سنة كان الجمهور بيسأل مين اللي هيعمل الفوازير؟ والسنة دي الفوازير عن ايه؟ البداية كانت إذاعية مع أمال فهمي وسامية صادق، وبعدها انطلقت في التلفزيون من ثلاثي أضواء المسرح لنيلي لفطوطة لشريهان، لمشاركات مختلفة من نجوم أسر الحياة الدرامية في حدوتة الفوازير، الحدوتة الحلوة اللي استمرت أكتر من 30 سنة من الإبداع والاستعراض والإبهار والبهجة. الفوازير بقى دي حكاية جميلة، يعني بدأت فصولها في 1981، وفوازير بقى بشكل تاني غير اللي كنا بنسمعها في الإذاعة وكانت بتيجي في الجرايد. لا، دي فوازير بقى بالاستعراضات بممثلين بمجاميع، وكانت حاجة جميلة جدا إن يعني يعملوا فوازير بالشكل ده. فبدأت بالفنان النيلي، ثم بعد كده بالفنان الأستاذ سمير غانم بشخصية فطوطة الجميلة المبدعة، وبعد كده أستاذة شريهان، وبعد كده شخصيات كتير عملوا، ما بين أستاذة لوسي، ما بين أستاذة هالي فؤاد، من أستاذة صابرين، أستاذة نادين، شخصيات شيرين رضا، شخصيات كتيرة جدا مع أستاذ مدحت صالح طبعا، مهما يعني شخصيات كتيرة جدا. فوازير تباعا كل سنة بشخصيات جديدة بشكل جديد. فوزير عم فؤاد اللي كان بيجيبها في الأماكن، الناس تعرف المكان ده كان فين وكده. فازاي بقى كانت الجرايد والمجلات بشكل جميل تتكلم على الفوازير اللي كانت يعني مخليها الناس مشدوده قوي، مشدوده لدرجه انها كانت متابعاها ليل ونهار. الفوازير الراجل بيتكلم مع مراته، الفوازير بكره تبقى ايه؟ احنا التحديث بتاعت امبارح، الاولاد مع بعضيهم في الشارع، بقت حديث المدينه زي ما بيقولوا. وده كان باين قوي من تغطيه الجرايد والمجلات للمواضيع دي، ده غير الصور الفوتوغرافيه هنتكلم عنها. لكن الجرايد والمجلات يعني كانت بتتكلم بشكل دوري، الفوازير الفوازير الفوازير، تلفزيون ده اذاعه هيعملوا مسابقه جديده، ده بيقول لك اللي هيحل الفازوره هياخد 500 جنيه. لقينا مصر كلها بتخش على التليفونات، مصر كلها عايزه تجاوب، مصر كلها عايزه تاخد 500 جنيه. مش حكايه 500 جنيه قد ما حكايه المشاركه، وكله عارف بقى في نظام من الصراع ان الواحد كل واحد عنده المعلومه يقولها، وده شيء كويس. المجلات بقت تجيب ده الفوازير وتقول، وبقت تقيم الفنانين اذا كانت فنان نيلي، استاذ سمير غانم، استاذ شيرين رضا، فنانين كتير كانوا بيقيموا على صفحات المجلات، وده بيبان حتى في نسبه البيع. المجله بيبان لما بيحصل نوع من البيع الكتير للمجله ولا الجرنان، ده بيدل على المواضيع اللي فيه اللي كانت اصلا فوازير رمضان. بيتخلي المواضيع ده برضه بالافيش الارشيف ان كان في صور كتيره فوتوغرافيه، ودي مهمه جدا لانها كانت بتجيب من كواليس الفوازير، كواليس اللي كان بيحصل مع الفنانين من ورا الكاميرا. الاستعراضات كانت مرهقه جدا لاغلب الفنانين، يعني كان في بعض الصور لبعض الفنانين انهم كانوا ما بين كل المشاهد وما بين الاستعراضات كانوا بيناموا في مكانهم على الكنبه او في الاوضه بتاعتهم، يناموا لهم 10 دقائق نص ساعه بتاع يريحوا جسمهم، كان ضغط عصبي. ونفس الشيء كان تملي برضه بيبقى الوقت ضيق جدا في عمل الفوازير، زي ما الوقت ضيق جدا في عمل المسلسلات، على الوقت يعني في اخر وقت يبداوا، يبقى رمضان خلص ولسه بيكملوا في الفوازير، لسه بيكملوا في الاستعراضات. واغلب الفوازير يعني الشيء الجميل فيها كان كلها استعراضات، مفيش فوازير اتعملت من غير استعراضات. ان كان شويه فوازير عم فؤاد كان بيجيب اماكن فيها، وكان برضه بيجيب بعثات بسيطه، لكن ازاي الجمهور كان بيتقبل ده؟ بيتقبله ازاي؟ بيتقبله ان هو كان بيتابع ده، كان بيقعد قدام ده، ومشاهده غير عاديه قدام الفوازير، ولانها كانت بتيجي في وقت معين، برغم ان في نفس الوقت كان برضه بتيجي فوازير. يعني كنا زمان بنسمع فوازير اذاعيه ما بين الفنانه شويكار والاستاذ فؤاد المهندس، وكانوا يجيبوها في وقت الفطار برضو، بس على الايه؟ على الراديو. وكانت في ناس بتحب تسمع الراديو، وناس عندها تلفزيون تحب تتفرج على التلفزيون. فمن هنا كان الاقبال متزايد. الاقبال متزايد كل سنه
كانت الفوازير بتاخد حجم اكبر اكبر اكبر، وكان في عوامل النجاح، عوامل استقرار من مخرج زي استاذ فهمي عبد الحميد، عوامل استقرار زي ملحن كبير قعد حوالي 11 سنه او 12 سنه يلحن الفوازير استاذ حلمي بكر. ها دي كلها دي وتهات، دي كل دي ثنائيات بتدل على نجاح الايه العمل، اي عمل اشحال بقى الفوازير اللي بيتابعوا الملايين كل سنه، وكان دوره قوي جدا الفوازير. الصور بقى، الصور الفوتوغرافيه يوجد منها مجموعه طبعا في الارشيف بتبين الاستعراضات اللي كان بيعملوها الفنانين، صور من الكواليس، صور قعدات الفنانين مع بعضهم في الاستراحه، صور المخرج وبيوجههم، صور من ورا الكاميرا، الحاجات دي كلها ارشفه. نقدر نيجي بعد 40 سنه نقعد القعده دي ونقول في ارشيف، في ارشيف محترم لفوازير محترمه كانت بتجمع الناس حواليها، كانت اكبر مشاهده بتشوفها. فمن هنا الارشيف شيء عظيم، الارشيف بيؤرخ كل ما هو عمل ناجح ومحترم.